إذا متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة بن سليمان. متابعينا الكرام، أول خروج إعلامي لأخت شابة الأم لطفلين متابعينا الكرام اللي توفات بواحد الطريقة اللي هي بشعة متابعينا الكرام، فكنا كنطلبوا العدالة السكينة متابعينا الكرام. فهذه السيدة حقيقة اللي توفات عن طريق الزوج ديالها ببندقية صيد متابعينا الكرام، قوم معنا. السلام عليكم. السلام عليكم، شكرا لشوف تي في لتلبية النداء ديالنا، وجات باش توصل الصوت ديالنا لخوتنا المغاربة كاملين، وتنصف الأخت ديالي سكينة مع هاشتاغ العدالة لسكينة. وأنا اليوم خرجت بوجهي كيف اليومين اللي سابقين باش نوصل الصوت ديال العائلة ديالي أو الصرخة ديال العائلة ديالي للمغاربة جميعا داخل وخارج الوطن. بالنسبة للأخت ديالي دات 32 سنة اللي توفات في مدينة خريبكة على اليد الزوج والقاتل ديالها العميد المتقاعد ذو 64 سنة اللي قتلها هي والطفل اللي في الكرش ديالها في يوم 23 ماي في الشهر اللي داز. كان واحد الخمول من طرف ديالنا خصوصا في الاسبوع الاول. الخمول هذا اللي كان ناتج عن واحد الالم اللي كان كبير، اللي ما تقبلناش فيه الفكره ديال ان الاخت ديالي توفى بهذه الطريقه. فاضطرينا، ماشي اضطرينا، انما كان عندنا حزن، وكان عندنا كل شيء ما متستوعبش الموضوع، داكشي علاش ما قدرناش نخرجوا الاعلام في هذيك اللحظات. فمن اللي استوجب الامر اننا نبانوا الاعلام، وعلاش غادي نبانوا؟ داكشي علاش انا معكم اليوم باش نوصل الصوت ديال اختي في جميع المنابر الاعلاميه اللي كاينه في المغرب او خارج المغرب. الاخت ديالي سكينه تزوجت بهذا السيد هذا عن طريق زواج تقليدي، ما كانش تعارف، ما كانش علاقه من قبل نهائيا. الجاره ديالنا كتكون هي بنت الاخت ديالو، اقترحت ليه سكينه بحكم انها شافت هذيك السيده بانها مربيه، ما كتخرج، مثقفه، متعلمه. اقترحتها عليه وجا وشافوا السيده وخطبها، ومده الخطوبه دازت اسبوع تقريبا. من بعد شهر تزوجت بهذاك السيد ومشات لعنده لدارو، مشات عنده الخريبكة. من الاساسيات الاولى ديال هذا السيد هذا في الشروط ديالو ديال الزواج انها تكون منعزله على الناس، ما يكونوا عندها لا صحاب، ما يجي عندها حد، ما تمشي عند حد نهائيا. الشرط اللي كان عند اختي عادي جدا، خصوصا انها كانت انسانه بيتوتيه، ما كانتش حتى هي كتخرج. راه ملي شدات الباك ديالها ولا الدبلوم ديالها بجوج ما كانتش كتخرج نهائيا، كانت غير في الدار، ما لقاتش الخدمه وبقات جالسه في الدار. فضحات بنفسها فاش جا هذا السيد هذا يتزوج بها. قالت انني غادي نرخف على الام ديالي بحكم ان الام ديالي هي اللي المعيله لهذه الاسره هذه بالراتب ديال الاب ديالي الشهري التقاعدي اللي كان توفى. الوالد ديالي كان ضابط صف في القوات العسكريه الملكيه في مدينه الداخله، من بعد انتقل لمدينه بن سليمان والنواصر، ووفاته المانيه في مدينه بن سليمان وتوفى، وخلى لنا واحد البركه هي باش عايشين، هذه البركه هذه قليله. فالاخت ديالي كانت كتقول الام ديالي انا اللهم نقص انا باش ما نزيدش الهم ديالك. ملي جا هذا السيد مشات تزوجات، بغات تكون عائله، بغات تكون اسره حتى هي، ومشات تزوجات. داكشي علاش وافقت على الشرط الاول ديالو ديال انها ما يكون عندها لا ولاد لا اعتذر، ما يكون عندها لا صحاب لا حتى واحد. وزاد الشرط الثاني اللي هو الاساسي اللي كان باغي به هذا السيد هذا الزواج، اللي هو الاولاد، حيت في الاول كان كيقول لها انا باغي الاولاد. فبحكم انه كان تزوج سابقا بواحد السيده اللي توفات مده ديال 30 سنه، وما كانتش ما كانش بيناتهم اولاد بحكم كيف قال لنا هو بان هاد السيده هذه كان عندها مرض الكونسير وما كانتش كتولد. من بعد اكتشفنا من بعد الوفاه ديال الاخت ديالي اتصل بينا واحد شخص من الافراد العائله ديالها وكياكد لنا بان هذيك السيده ما ماتتش بالكونسير، انما ماتت موتة الله في اوتيل في ظروف ما احنا ما عرفناهاش وما فسرناهاش. وكنتمنى العائله ديالها الا كانت كتشوفنا وبغات تخرج حتى هي وتنادي بالوفاه ديال بنتهم كيفاش وقع، هذاك الشيء كيبقى ليهم. مي انا غير بغيت نقول اشنو اللي جانا من بعد. من بعد
كيف كنقول لكم بغى الاولاد. اختي كانت من الشهر الاول ديالها كي تزوجات كانت بخيريه، وداك السيد خروجات ما نكذبوش يعني نقولوا انه ما كانش مهلي فيها، كان مهلي فيها، كانوا كيخرجوا كيدخلوا حكم هو صافي غادي يسالي الخدمه ديالو، كان باغي غير يبقى مع واحد السيده اللي غادي تراعيه واللي غادي تكون ونيسه ليه فيما تبقى من حياته. ومع الذكر بما تبقى في حياته بغيت ناكد للناس بان هذا السيد ملي جاي يتزوج بالاخت ديالي راه قال لها في الاول راه في الخمسينات من العمر ديالو، يعني الاخت ديالي ما كانتش عارفه بانه في الستينات، يعني كانت كتقول بيناتهم 20 سنه ديال الفرق. فمن بعد ملي تزوجت عاد عرفت بانها بينها وبينه تقريبا 30 سنه ديال الفرق اما فوق، بحكم انها تزوجت وهي عندها 29 عام. كي غنقول لكم اخوتي يعني الشهر الاول ديال الاخت ديالي حملات منه وكان فرحان بها وفرحان بالابن وفرحان للدرجه اللي كبيره. فاذا هاد العائله الصغيره اللي كتكون غير من اخته القاتل ديالها واللي تزاد عندها هاد المولود غادي تسلط عليهم واحد الشياطين اللي هو الاخ ديالو وزوجه الاخ ديالو، وخصوصا زوجه الاخ ديالو اللي كانت السبب في القتل ديال الاخت ديالي اللي وصلنا ليه دابا، بسبب التحريضات وبسبب المكائد وبسبب كاع داكشي اللي غيضر اي مرأة في دارها كانت هي السبب فيه الرئيسي. هاد السيده هادي ما كفاهاش انها تدي المكائد وتغسل الافكار السامه في عقل هاد الزوج هذا، فراه بالمكائد ديالها وبالداكشي كامل اللي دارت راه صيفطات الاختي للقبر. ولكن من هذا المنبر غنشكرها حيت راه صيفطاتها للجنه، حسابك انت اللي مع ربي كيفاش غادي يكون. راه اختي مشات شهيده الحمد لله معاها ونيس في القبر ديالها، راه ما مشاتش بوحدها، ولكن انت حسابك مع الله كيفاش غادي يكون، باش غتواجهي ربك؟ واش باقي عندك الشجاعه انك تحطي راسك في الارض وتصلي؟ هذه لك انت كتصلي وكتعرفي بينك وبين الله. نرجعوا للموضوع، اما كفايه عليا راني دعيت معاك ودعوا فيك جميع العائله، وحق اختي غادي تخاد منك ان شاء الله. الا كي كنقول انايا هو هز البندقيه وتيره في اختي، فراه انت والزوج ديالك السبب في التحريض لهذه القضيه هذه. وانا غنشرح لخوتي المغاربه علاش. هاد السيده هذه كان الزوج ديال اخت ديالي هو المعيل ديالهم، كان هو اللي كيصرف عليهم وكان هو اللي كيمدهم بالمواد الاوليه وما الى ذلك، كان المعيل ديالهم، كانوا هما يديوه ويجيبوه، المهم هما اللي قايمين بيه قبل ما يتزوج بالاخت ديالي. فما ما استوعبوش الفكره ديال ان الاخت ديالي دخلت الحياه ديالو، خصوصا ملي تزادت بمولود ذكر، وهذا المولود الذكر هذا هو اللي غادي ياخذ التركه ديال هذاك السيد من بعد الممات ديالو، من بعد ما كان هما عندهم امل بان هذا السيد ما غاديش يكون عنده الاولاد. بحكم انه ماشي الاخ الوحيد اللي عنده، راه عنده عنده خوته وكلهم تبارك الله عليهم، وكل واحد شد الطريق ديالو اللي ما قاسونا بحتى حاجه، وبيننا وبينهم غير الخير والاحسان، عزيزه عليهم الاخت ديالي ما كيوصلوهاش لا هما لا الخواتات ديالو، بينهم وبين سكينه علاقه زوينه، وحتى حنا معنا بهم علاقه زوينه. ولكن هاد الاخ والزوجه ديالو هما السبب الرئيسي في كل شيء، بحكم انهم ما كانوش كيفارقوهم، كانوا في الدار ليل نهار، خصوصا الزوجه ليل نهار عند اختي ما كتفارقش معاها. هاد الزوجه هادي غادي تبدا في المكيده الاولى ديالها اللي هي الزوج ديال الاخت ديالي كان كيعاني من امراض، هاد الامراض هادي اللي امراض وهميه اللي خلقها هو نفسه، اللي كنقول عليها انا بانه كان بيبي صغير باغي الاهتمام فقط، ماشي مريض، انما كيصطنع المرض وباغي الاهتمام وباغي الناس اللي يدوروا به. فهاد ملي جات واحد الحاله هادي ناضت هاد زوجة الأخ، خصوصا أنه اختي جرات به عند الأطباء في مدينة خريبكة، وجرات به ما خلات حتى شي طبيب، أي طبيب كيمشي عنده بأن هاد السيد ما عنده حتى حاجة، لا ما عنده لا قلب، ما عنده حتى حاجة، يعني أي حاجة كيعاني منها راه ما كايناش. فهنا هذيك السيدة حسبي الله ونعم الوكيل فيها هاد الشيطانة هادي، كيف كتسمعوا كاينين شياطين، شياطين الإنس ها وحده منهم. هاد السيده هادي غادي تعمر الراس ديال اختي ديال الراس ديال الاخت ديالي، وغادي تدس ليها الفكره ديال ان هاد السيد راه واقيلا مريض بشي مرض روحاني، ممكن انه عنده التوكال ولا شي واحد داير ليه شي حاجه. اختي في الاول ما طوعتهاش، ولكن بقات عليها اسبوع، اسبوع وهي تتحرضها، واسبوعيه كتعمر ليها راسها باننا خاصنا نمشيو نشوفوا السيد ماله وكذا وكذا وكذا، راه حدايا واحد الراقي بحكم ان هذا الراقي الجار ديالها، الباب على الباب. اخت ديالي حتى هي خافت على الزوج ديالها، خصوصا انها كتشوف بان هذا السيد هذا ما عنده حتى شي حاجه، ما كيعاني من والو، قالت واقيلا راه الراجل ديالي راه واقع عليه شي حاجه من هذا الشيء.
غادي تدير موعد مع هاد السيده، وكيف قلت لكم في الاول انا كان مانع عليها الصحابات ومانع عليها كل شيء، يعني الوحيده اللي كتواصل مع الاخت ديالي هي هاد السيده، يعني ما كان حتى شي واحد اخر. ف كي غنقول لكم دارت مع الاخت الموعد وجات عندها الاخت ديالي، وملي جات عندها غادي تدخل عند غادي تستقبلها في الباب وتدخل عندها للدار، وغيخرجوا على اساس غيمشيو عند هذا السيد اللي هو راقي. فملي غادي يوصلوا عند هذا الراقي هذا غادي تكتشف اختي بانه ماشي اعتذر، غادي تقول للاخت ديالي هاد الشيطانه هذه، غتقول للاخت ديالي بانها ما غاديش تدخل معاها، غير دخلي انت بوحدك. اختي ملي سمعت بحال ما هكا قالت لي هلا راه الا ما دخلتيش معايا ما غندخل، صافي بالناقص انا ما بقيتش بغيت. فهي ملي شافت اختي انها ترددات، وخصوصا هي انها دايره المكيده ديالها ومصيبه الخطه ديالها غتفشل، فقالت الاخت ديالي لا صافي غير دخلي انا راه غادي ندخل معاك، ودخلت معاها فعلا. وملي دخلت قالت الاخت ديالي قالت لها واخا انا غنمشي، كي قلت لكم راه ساكنه حداه راه الباب على الباب، قالت الاخت ديالي راه غنسد على الكوكوت ونرجع. خرجت في حالها وفعلا خلات الاخت ديالي اللي تصدمت بانها وكر ديال الشعوذ عند مشعوذ وماشي ماشي راقي، وخرجت على برا واتصلت بالزوج ديال الاخت ديالي وقالت ليه اجي راه الزوجه ديالك راه هي اللي دايره لك هادشي، وهي اللي دايره لك التوكال، وهي اللي كتسحر ليك. فالزوج ديال اختي تيجي كيجري وكيدخل عند هو عند السيد، ما لقاش الاخت ديالي بطبيعه الحال حيت اختي خرجت جات عنده وهي ما عرفاش بان السيده راه قالت لراجلها. جا السيد دخل عند السيد وقال ليه كذا وكذا، وباش عرفوها انها كانت خطه هاد السيده هذه ما كانتش يعني ما عندهاش درايه بينا حنا في العائله ديالنا، يعني الاخت ديالي ما كانتش كتبارطاجي معاها شكون هي ساميه ولا شكون هي اسماء ولا شكون هي خديجه ولا شكون هو عثمان، ما كانتش كتعاود لها الاسرار العائله ديالنا، داكشي علاش هي اللي عارفه بان سكينه عندها ثلاثه الخواتات اخرين. هادشي اللي قالت هي الفقيه، والفقيه ملي جا عنده الزوج ديال الاخت ديالي قال لي راه ساحره لك هي وخواتاتها والام ديالها. فالزوج ديال اخت ديالي كيف قلت لكم راه عميد سابق، راه دايزين عليه يدو قضايا وقضايا، يعني راه كيقدر يستنتج الغلط من الصح. ففي الاول تدارك جاته الاعصاب وكيقول بانها بصح ديك الهضره، ولكن من بعد ملي اتصل بالام ديالي والاخ اللي مشاو كيجريو حتى المدينه ديال الاخر يبقى، ملي مشاو كي ملي مشاو كي كيتفاجئوا بعبد الرأ... اعتذر كيتفاجئوا بالزوج ديال الاخت ديالي بانه كيقول لهم راه بنتكم دارت لي دارت لي دارت لي. ولكن ملي جلست مع الوالده والاخ ديالي وفهموه واختي فهمات شنو وقع وشنو اللي كاين، استنتج هو لوحده ان راه بصح راه ما كيدا تدبرات ليه هو والزوجه ديالو باش يوقعوا في الفخ ديال هذيك السيده. عرف هو الغلط منين جا وقال الاخت ديالي صافي انا غادي هاد الناس غنخرجهم من حياتي، ولكن للاسف ما كانش هاد الشيء. علاش؟ حيت ما كانش اقتناع 100% وما كانش متيق اختي ب 100%، انما تيقها غير مؤقتا ومشى في حاله، ومشات الام ديالي والاخ ديالي في حالهم وجاو رجعوا لبن سليمان. فهذوك الاثناء اختي غادي تبدا معاه المعاناه كيف قلت لكم قبل بانه كان كيقول بانني مريض وكان هو باغي غير الاهتمام لا غير. فغادي يبدا الاوهام ديالو ديال انه كيبقى يقول لها بانك كتهتمي بالولد ولده يا حسرته، بانه كتهتمي به وكتنسيني انا ما كتهتميش بيا. لواحد النهار انه قدر انه يهز ذاك الولد ويلوحو من الشرجم بهذا السبب ديال ان الاخت ديالي ما كتهتمش به كيف كيقول هو ومهتمه بالابن ديالها. فملي دار بهذه الطريقه هذه الاخت ديالي تخلعات، وهنا بداو بدا العنف من الطرف ديالو. ف غادي يجي واحد اليوم وغادي ينوض هو، كاينه هاد الشيطانه والاخت ديالي جالسين تغينوض عليهم هو بجنويه وتيقول لهم انتوما بجوج بكم اللي دايرين لي التوكال، وناض لهم كان باغي ينحيهم، فغير هدنوه وحيدوها ليه واستغفر الله وجلس. ولكن هاد السيد هادو داخلين الافكار السلبيه من ناحيه الشعواده، حنا مازالين باقيين غير في الشعواده، عادي غيجيو افكار اخرين حيت ما اكتفاهمش انهم يقولوا لي دارت لك التوكال، غادي يدخلوا لي افكار اخرين سامه. غادي كي قلت لكم غادي يجي واحد النهار اللي تم تهديد الاخت ديالي بالقتل من طرفه هو، اللي خافت على نفسها اللي اضطرت انها تهز هذيك البندقيه الصيد وتخبيها وخبتها تحت السداري ديال ولدها، البلاصه اللي ما غاديش يكتشفها الزوج ديالها. فهي في ديك الاثناء كانت السيده الوحيده اللي كتبارطاجي معاها هي ديك السيده، يعني كانت هي المتنفس ديالها واللي كتعاود ليها واللي الوحيده كتجي عندها الدار. غادي تقول لها بانني راه عبد الرحيم راه الزوج ديالي خبيت عليه هذيك الزويجه، غادي غادي النفس الاماره بالسوء غادي تامر ديك السيده
هذيك الشيطانه بانها خاصه تقول للزوج ديال الاخت ديالي هذا الشيء، فهم كانوا جالسين تيتناولوا وجبه الغداء، فهي غادي تنقز وغادي تقول ليه افلان راه الجويجه ديالك ما بانتش ليا في الدار، راه واقيلا السكينه خرجتها لك. فتم اخت ديالي اضطرت انها تجبدها من المخبأ ديالها وتحطها فوق الماريو باش يبقى على عينو ديما، مع انها ما كانتش كيف كتعرفوا بان الجويجه ديما كتكون ملي كيسالي موسم الصيد ديالها فراه كيتم التقسيم ديالها وتيتم افراغ المحتويات اللي فيها وتيتم التفكيك ديالها، ولكن هي ما كانتش مفكه، كانت باقا بالمجموعة كلها وحطاتها فوق الماريو وبقات على عينيه، يعني راه كيفيقوا عليها وكيشوفوها وكينعسوا عليها. هاد السيده هادي ملي شافت ان الامر ديال التوكل ما غاديش يكفي معاها، غادي تدوز لواحد المرحله اخرى اللي هي الطعن في الشرف ديال الاخت ديالي، وغادي تدس الافكار للزوج ديال الاخت ديالي بان الابن البكر ديالهم ما كيشبهش ليه، خصوصا ان الابن ديال اختي ابيض البشره وهو ما طلعش كيشبه الباه، مع ان في البدايه ديال الدري فاش يلاه تزاد كان شبيه الاب ديالو، راه نزلت لكم الصور ديالو ديال الاب ديالو، راه في الاول راه كان شبيه ليه تماما، ولكن كي كنقولوا حنا الدري الصغير كيكون عنده سبعات الوجوه، ملي بدا تيكبر ما بقاش كيشبه الاب ديالو، شبه الام ديالو، هذا طبع هذا الشيء داخل في الجينات، ولا كان هو انسان واعي ومثقف وتبارك الله كيعرف كي كنقولوا عميد شرطه وكل شيء، فراه اكيد غادي يكون عنده علم ودرايه بهاد الجينات هادو، وغايقول راه ممكن جد ديالو يكونوا عينيه زرقين وغادي يخرج بحال الجد ديالو. لا هو فديك اللحظه خلى واحد الاميه واحد الجاهله تعمر ليه افكار واستقبلهم، بحكم كي قلت لكم هي راه اي حاجه قالها لهاد السيد راه كيديرها، اي حاجه قالتها ليه راه كيديرها، اي حاجه تخيلوا معايا اخوتي راه 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 هي الامر الناهي في ديك الدار، ماشي اختي، اختيار بحال اللي آلة لإنتاج الأولاد والعمل في الدار فقط، مش شي حاجة أخرى في الاستشارة ولا في شي حاجة، ما كايناش أختي، كاينة هذيك الشيطانة. فأخوتي غادي يجي هاد السيد كي قلت لكم أنه كيقول بأنه مريض بأنه عيان بأنه عنده، مع أن الأطباء كيأكدوا بأن الصحة الجسدية ولا النفسية ديالو صحيحة وما عنده حتى شي حاجة. غادي يجي رمضان غادي تصاب هاد السيد بالبروستات. من غادي يجي هاد السيد البروستات كان في المراحل الاوليه ديالو، ما كانش زعما جاه البروستات بواحد الطريقه اللي صعيبه ولا كان كونسير ولا كان انتفاخ كبير ولا شي حاجه، كان في المراحل الاوليه وكان عاقب هذيك الساعه، بحكم انه في ديك الفتره كي قلت لكم كان كيدعي المرض وكانت اختي كتجري بيه عند كاع الاطباء، يعني كان اكتشاف البروستات حاجه سهله في البدايه ديالها. والمشكل باش عرفوا انه كان كيدعي المرض هو ان اختي ملي كانت كدي الاطباء وكيعطيوه الدوايات، هاد السيد هذا ما كانش كياخذ الدواء ديالو نهائيا، فكيفاش حيت هو عارف راسو ما مريضش، حيت كون كان مريض كان غياخذ الدواء ديالو، ولكن هو عارف راسو ما مريضش ما كانش كياخذ الدواء، وكان عنده مشكل مع اختي بهاد السبب هذا، حيت كيقول ليها انا ما غاديش ناخذ الدواء، وكانت اختي ديما في خلاف انه خاصو ياخذ الدواء وما كانش كيبغي ياخذ الدواء ديالو، حيت عارف راسو هو ما مريضش، داكشي علاش ما خاصوش يشرب داك الدواء. فكي قلت لكم جا المرض ديال البروستات في رمضان تقريبا غادي يقولوا لي راه غادي دير واحد الاوبيراسيون، فغادي يجي نصف رمضان اختي غادي تكتشف راسها بانها حامل بشهر قبل، وغادي تعلن الخبر لينا حنا كعائلتها، وغادي يكون هو فرحان حيت كيف قلت لكم في الاول هو من الاول هو باغي الولاد، غادي يكون فرحان وغادي نفرحوا حتى حنايا بان اختي غادي ترزق بواحد البيبي اخر. غادي يجي هذا الاخ ديال هذا القاتل غادي يخرجوا على اساس باش يمشي يتقدى هو وياه، مع ان راجل اختي راه ما تيخرجش. غادي يخرجوا وهنا فين غادي يلعب ليه بالافكار ديالو، وهنا فين غادي يعمر ليه السم في داك العقل، وهنا فين غادي يكب ليه بانك انت كيفاش انك مريض بالبروستات والزوجه ديالك حامله، وما خدمش العقل ديالو بانه مرض في شهر رمضان واختي حامله شهر قبل. يعني ما فكرش بحال ما هكا، وحتى لا مثلا هو عنده البروستات فرا البروستات عمره كان عنده مشكل في انه غادي يشكل مشكل في العلاقه الزوجيه بيناتهم، ابدا راه البروستات راه ما عندوش مشكل، ولا بغيتوا تبحثوا وتقلبوا تسولوا اساسيده وبغيت من هذا المنبر يبانوا دكاتره ويشرحوا للناس بان البروستات راه ما عندوش علاقه كبيره، كيأثر كيأثر في بعض الحالات، ولكن من لا تفوق لا كان الحاله مستعصيه، اما في البدايه ديالها في طبيعه الحال لا. كي غنقول لكم غادي يدس ليه الافكار السامه وغادي يخليه يقول بان هذاك السيد راه بان الاخت ديالي راه ما حاملاش منه وذاك الابن ماشي ديالو.
فملي عمر ليه الراس ديالو غادي يجي كل طاقة سلبية اللي غادي يكبها على الأخت ديالي في رمضان، وهي صايمة وحاملة وكتوحم مسكينة، غادي يكب عليها هاد الأفكار هادو، وغادي يطعنها في الشرف ديالها، وغادي تبقى 3 أيام. وأنا أختي ما كانتش كتعاودنا، خوتي باش تكونوا واضحين، أن الأخت ديالي هادشي اللي قبل كامل ما كانتش كتعاودوا لنا، حنا كأسرة ديالها ما عارفينش، حنا اللي عارفين أن السكينة عايشة مع السيد اللي مزوجة به بخير، يعني كانت مثالية، زوجة مثالية، أسرار دارها كيبقى في دارها، ما كتعاودش لعائلتها. هادشي غيتعاود من بعد ملي غادي تجي عندنا للدار. فالأخت ديالي كي كنقول لكم، من بعد ما دازت واحد 3 أيام ديال التعذيب النفسي من طرف هاد الزوج هذا اللي كان نرجسي بمعنى الكلمة، نرجسي كيمارس عليها التعذيب باش هو يبقى مرتاح، يعني هو كان كيرتاح ملي كيشوفها هي معذبة، كان كيرتاح ملي كيشوف الناس اللي دايرين به معذبين معاه، مي هو راه كان بخير، راه ما عنده حتى شي حاجة، راه الشيء اللي بغيت نشرح لخوتي المغاربة. فهاد السيد هذا كي قلت لكم غيمارس على واحد 3 أيام ديال التعذيب النفسي، واللي غادي يعطيها القران تحلف ليه بانها هذاك الابن ابنه، وحلفت لي الاخت ديالي حيت عارفه راسها شنو ساويه وعارفه راسها شكون هي هاد السيده هادي. الحمد لله الاخت ديالي كانت انسانه مثقفه واعيه وكتعرف بينها وبين الله، وداخله سوق راسها لدرجه ان حتى الجيران ديالنا هنا راه ما كانوش كيعرفوا بان حاجبه اللي هي الام ديالي راه عندها 4 ديال البنات، كانوا كيشوفوا غير 3 بحكم ان الاخت ديالي راه ما كانتش كتخرج نهائيا، راه تقريبا ملي شدات الدبلوماتي ديالها بجوج راه جلست في الدار مده ديال 2 عامين، ما لقاتش خدمه، بقات 2 عامين وهي جالسه في الدار. كي غنقول لكم اخوتي هاد السيد هذا من بعد ديك 3 أيام اخت ديالي صافي وصل بها وفاض ليها الكاس، لقات راسها بانها كيتمارس على واحد الضغط، خصوصا هذاك الاخ والزوجه ديالو عندهم في الدار وكيعذبوها نفسيا وهي في فتره ديال الحمل ديالها. فغادي تتصل بينا وحنا في وجبه الافطار في رمضان كتقول لنا اجي وعندي دابا ولا غادي نلوح راسي من الشرجم. ومادام الاخت ديالي قالت هذه الكلمه هذه وبغات انها تلوح راسها من الشرجم الا وهي مقهوره اللي فكرت في انها تنهي الحياه ديالها على انها تبقى مع هذا الانسان هذا. يعني الاخت ديالي كانت وصلت للمرحله الكبيره من القهره ومن من الذل مع هذا السيد هذا ومن التعذيب اللي تعرضت ليه من طرفهم اللي كانوا كي كنقولوا حميه وتحموا عليها ولقاوها بوحدها. وهذا هو الغلط ديال اختي، انا ما كنتش كتعاود العائله ديالها ولا كانت كتقول لنا شنو واقع ليها، حنا ما كانش عندنا درايه، انا كنت عارفه الاخت ديالي شنو اللي كان كيدوز عليها، كلهم متاكدين انني ما كنتش غادي نخليها ولا ما كنتش غنسمع فيها، وكنت غادي نبقى معاها بطبيعه الحال، وكنت غنبقى مستنده لها كيف ما انا حاليا دابا باغي نوصل لحقها. الاخت ديالي غادي تتصل بينا كي قلت لكم غتقول لينا غتقول لينا جوعني ولا غنلوح راسي من الشرجم. فاضطريت انا والاخ ديالي والام ديالي بسرعه في الفطور كنجريو للمدينه ديال خريبكه. كيف وصلنا والله ما عرفنا كيفاش وصلنا بسرعه اللي كان غادي بها الاخ ديالي، ما عرفتش انا كيفاش وصلنا لديك المدينه. وصلنا دخلت عند اختي طلعت عندها ديريكتومون، وماما بقات في الطوموبيل ما بغاتش تطلع، وبقيت طلعت غير انا والاخ ديالي. وملي طلعنا الاخ ديالي بقى كيتكلم معاه، انا ما تكلمتش معاه نهائيا في ديك اللحظه. دخلت عند الاخت باش نشوف الاخت ديالي مالها، ملي دخلت عند الاخت ديالي لقيتها باكيه حالتها حاله، هزيت لها حوايج انا اللي جمعتهم لها بيديها وخرجت مع الباب، جريت اختي وزدت في حالي. ملي هو بغى يوقفنا قلت لي لا بغيتي تهضر معاها راه كاينه دار ما، وزدنا في حالاتنا. ملي زدنا في حالاتنا وصلنا للمدينه ديال بن سليمان، حيت حنا كنسكنوا في مدينه بن سليمان، فاختي هنا غادي تنفجر واختي غادي يكون عمر ليها الكاس وغادي تعاود لينا الحكايه كامله من الاول، محاولة ديال الرميه ديال الابن ديالها، التعذيب اللي تعرضت ليه، الشنق اللي شنقها، داك الافعال اللي شنو كانت كدير ليها، كلشي كلشي. وكاينين شي حوايج اللي اكيد ما تقالوش داتهم سر معاها، اكيد اكيد، حيت نهار فاش غادي يطلب السماحه راه قالت ليه قدامنا مجموعين كاينين شي حوايج ما غاديش نقدر نقولهم ليه، وغنخليك غنخليهم بيني وبينك، غنخليهم بيني وبينك. اعتذر عثمان، بيني وبينك. ف غادي تدوز واحد 3 أيام اختي جالسه معانا في الدار، غادي يجي العيد، العيد الصغير. من غادي يجي العيد الصغير الاخت ديالي كي قلت لكم غادي يجيو يطلبوا السماحه، جا هو وجات معاه، جات معاه، جات
اسمحوا لي، جا هو وجاو معاه خواتاته وابناء الخواتات ديالو، وجاو طلبوا السماحه وعرفوا المشكل منين، وقالوا لي احنا راه عارفين هذيك السيده راه ديجا خلقه لهم مشاكل وسط العائله، وهو بفمه كيقول لها انا عارف بانهم هما اللي دايرين لي مشاكل، ولكن انا راه خايف منهم اللي يديروا لي انا وياك شي حاجه عاوتاني، فهمتوني؟ فالاخت ديالي غادي يخرجوا معاها بواحد الحل، انها ما تبقاش ساكنه في مدينه خريبكه، وانها تبعد عليهم وتمشي المدينه ديال جديده حدا الاخت ديالو، كان حل رضائي بالنسبه ليها، خصوصا انها ما بغاتش تضحي بالابن ديالها والابن اللي في كرشها وتعاود تنقض الاسره ديالها وتكون مع الزوج ديالها. فكي غنقول لكم اخوتي غادي يجي يديها وغادي تجلس معاه واحد الاسبوع، اسبوع اللي داز ما كاينش فيه لا مشاكل لا والو، كتصل بينا كتقول لنا انا بخير ما كاين حتى شي مشكل الحمد لله، الزوج ديالها غادي يدير العمليه ديال البروستات، غادي يدير العمليه وغادي تمشي عنده الام ديالي على اساس تمشي تشوفه ودي ليه الولد ديالو. كي قلت لكم سمحوا لي ما قلتش لكم بان الاخت ديالي شهرين قبل بانها تواصلت معايا على اساس نمشي نجيب الابن ديالها لعندي للدار، حيت ما بقاتش قادره تهتم بالولد ديالها، حيت وقتها كامل عطاه الزوج ديالها وكيتبغي يديه للسبيطار ولا الطبيب، كتخرج الدري ديالها من الدار سخون وكتخرجوا على برا وكيمرض ليها، فاضطرت تعيط ليا ونجي انا نديه باش يعيش عندنا حنا باش هي تهتم بالزوج ديالها. اذا ضحت للمره الثانيه ديال انها تضحي بالابن ديالها، وما كايناش شي ام كتضحي بالابن ديالها وكتفرقه، خصوصا انه ملي تزاد هو معاها ما عمرها باتت بعيده عليه. ف اخوتي فاخوتي فاخوتي اسمحوا لي، استغفر الله العلي العظيم. فاخوتي الاخت ديالي طوعت الزوج ديالها ومشات وعاشت واحد الحياه اللي عاديه جدا، حياه عاديه جدا هي والزوج ديالها، على ما مشات عندها الام ديالي. كيف مشات الام ديالي لعنده هو يفتاح الخلاف، كيف وصلت الام ديالي هو هي تفتاح الخلاف في البلاصه، خصوصا انه كان واحد الاستقبال اللي كان بارد من ناحيه ليه الولد ديالو، خصوصا انا الولد ديالو بعيد عليه المده ديال شهرين وزياده، كان استقبال باسل، استقبال ما فيهش حب من طرف اب الابن، وانتم عارفين ان اب ما شافش الابن ديالو لمده فتره كبيره فراه كيكون واحد الاستقبال، خصوصا انا الدري صغير ما كنقولوش دري كبير، الدري راه عنده عامين، كيكون واحد التعناق، كيكون واحد الاحساس زوين، فهو ما كانش هذا الاستقبال من الطرف ديالو نهائيا. بداو المشاكل انه كيداعي المرض، انه ضارو قلبه، انه ضارو عينه، انه ضارو رجله، انه ضارو ضارو ضارو، مع انه ما عنده والو كيف قلت لكم، غير باش اختي ما تبقاش جالسه مع الام والاخت ديالي وتعطيه هو الاهتمام في هذيك اللحظه. فكي قلت لكم اختي غادي تخرج واحد النهار هي والاخت ديالي، بحكم انا الام ديالي مشات عندها نهار السبت باللي مع الخمسة العشية وصلت لعندها، باتت عندها السبت والحد، غادي تخرج الأخت ديالي مع الأخت ديالها باش تقتني شي حوايج للدري الصغير باش حيت غترسلو مع الأم ديالها. ملي غادي تقتني هاد الحوايج هادو غادي تسخف لأختي في السوق حيت حاملة السيدة، غادي الناس ديال المنطقة غادي يجيبوا ليها الناس اللي سخفت حداهم غادي يجيبوا ليها الماء وغادي ترتاح وغادي تجي للدار. ملي جات فتح لقات الزوج ديالها خارج كيقلب عليها على أساس راها تعطلات. هاد التاخر هذا راه ماشي اول مره، راه اخت ديالي ما كتاخرش، الاخت ديالي راه ملي كتبغي تلوح حشاكم زبل راه كيحسب ليها الكرونو، راه ملي كتمشي للحانوت اللي حداها راه كيحسب ليها الكرونو، غاده جايه عندها الكرونو، راه ما عندهاش، عندها 5 دقائق 2 دقائق خاصها تجي للدار، مشات تجي في ساعه ديك البلاصه فاش مشات فاش تجي. انا الجيران ديالها كيشهدوا بان هاد السيده كتمشي بواحد الهروله في المشي ديالها، ما كاينش ما كتمشيش ثقيله ولا شي حاجه، لا بقوه بالزربه باش ترجع بالزربه لعند هاد السيد. فغادي يجي اليوم اللي غادي يقتل الاخت ديالي، كي قلت لكم غادي هذيك الليله فاش خرجت اختي وتعطلات اللي هو تاخر غير ما عندوش شي سبب لي كبير، غادي يخليه يفتعل مشاكل في هذيك الليله اللي مشاكل مشاكل كبيره، وغايقول الام ديالي صافي انا والبنت ديالك ما بقيناش مفاهمين، صافي انا من نهار الثلاث غادي نقرر واش انا غنبقى مع هذه السيده ولا لا. ماما قالت ليه مرحبا ما كاين حتى شي مشكل. اختي ملي سمعت هذا الكلام هذا دخلت لبيتها كاي وحده ضربتها النفس على راسها، راجلها كيقول لها صافي انا وياك غنتفارقوا وسيري عند ماما ترتاحي. دخلت لبيتها وجمعت حوايجها وجمعت باليزتها، وهو ملي شافها كتجمع الباليزه
ناض وكيعتذر وقال لها سمحي لي، اتصل بالاخت ديالو اللي اتصلت بالاخت ديالي وطلبتها ورغبتها، اتصل بالاخ ديالي والاخ ديالي تا هو طلبها، وماما ملي شافته هكاك هي طلبت الاخت ديالي وقالت لهم نعلو الشيطان، السيده راه في حاله الوحم ديالها، صافي ردوا انا هادشي كامل بسبب الوحم، بسبب الوحم. الاخت ديالي ديك الليله ما نعستش معاه في الغرفه ديال النوم، ولكن عستت مع الام ديالي والاخت ديالي والابن ديالها في الصاله. ملي نعست معاهم هذاك السيد ليله كامله هو كيتربص عليهم، ليله كامله هو غادي جاي عندهم، غادي جاي غادي جاي غادي جاي غادي جاي، حتى كتنوض الاخت ديالي مع تقريبا ثلاثه ثلاثه ونص الليل، وكتقول ليه كتقول ليه كتقول ليه عافاك خليها تنعس خليها ترتاح. فهاد السيد هذا غادي يمشي في حاله، ولكن الصباح غادي يفيق بوجه اخر بخطه دارسها مزيان وعارفه شنو كيدير. فالام فاق الصباح اختي وجدت الفطور ليهم، خرج هو والزوجه ديالو اقتناوا شي حوايج وجاو، طمن الام ديالي بانهم صافي مابقاوش بيناتهم مشاكل، الام ديالي خرجت غادي تشد الطريق باش تمشي، يعني طمن الام ديالي على الابنه ديالها وخلاها حتى خرجت وخلاها حتى طمنها بير بالصح ومشات في حالها. فقام بالفعل ديالو اثناء ان السيده مشات عند الجاره ديالها تعطيها واحد اللعبه كان عطيها الابن ديالو، الابن ديالها مشات دقات عليها ودخلت عندها وعطاتها اللعبه وطلبت منها السماحه وقالت لي اسمح لي اسمح لي بزاف، قالت لها سمحي لي بزاف الا كنتي كتسمعي شي صداع ولا كنتي كتسمعي شي مشاكل عندنا. سمحوا لي، قالت لي الا كنتي كتسمعي شي مشاكل، يعني بالادب اللي فيها والتربيه اللي فيها دقات على جارتها كي قلت لكم وطلبت منها السماحه على المشاكل والصداع اللي سمعت البارح. فهذوك الاثناء اللي الاخت ديالي عند الجاره كيدق عليها الزوج ديالها وكيستدرجها للدار، وكتدخل مسكينه على اساس اتوجد ليه ما ياكل حيت الاخت ديالي تقتلات في المطبخ ديالها، دخلت للكوزينه وهو تربص ليها وخلاها في الكوزينه كتوجد ليه ما تاكل. فهذيك الاثناء بالضبط فهذوك الاثناء بالضبط هو هز الجويجه ومشى بواحد الطريقه اللي ما نخليهاش تسمعوا، حيت ما يمكنش ان اختي ما تسمعوش خصوصا ما بين غرفه النوم وال 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 اسمحوا لي والمطبخ راه مسافه ديال 3 متر، يعني غادي تسمعوا غادي تلفت الاخت ديالي وكل شيء، ولكن هو انسان متمرس وعارف راسو شنو كيدير وتيرا فيها من الظهر غدرا من القفص الصدري من سمحوا لي من الظهر من جانب الايسر باش يقتل باش تموت. فهذيك اللحظه بغيت نوضح لخوتي المغاربه ان هذا السيد هذا فاش دار العمليه ديال البروستات كانت عنده واحد الساشي كتوزن تقريبا شي اطرو ما كانش كيقدر يهزها، الاخت ديالي اللي كانت كتهزها ليه وهي اللي كتخوي داكشي اللي فيها حشاكم هي اللي كانت كتقوم بهذا الراجل هذا. السيد ملي الاخت ديالي هي اللي كتقضي اللي كتهز لي هاد الحاجيات ديالو ما كانش كيقدر يهزهم، ما كانش كيقدر يهزهم نهائيا، ولكن قدر انه يمشي يهز الزويجه من فوق الماريو، وقدر انه وانتم عارفين الثقل ديال هاد الجويجه هادي عارفين الثقل ديالها شحال، قدر يهزها ويحطها في الكتف ديالو ويتيري في الاخت ديالي. كمعطى اخر هاد السيد هذا ملي تيرا في اختي كان كيعرف فين كيتيري وكان كيشوف مزيان فين كيتيري، وملي خرج ملي قتل الاخت ديالي وخرج عند الجاره حيت الجاره سمعت الضربه ولكن عند بالها راه غير شي صوت ديال شي حاجه ما كانتش كتقول بانها وصلت رصاص حيت عمرها سمعت شي صوت بحال ما هكا، دق عليها وما عمره دق عليها ودخل عليها للدار وقال لها هاكي دوزي ليا واحد النمره ديال واحد الصديق، هي تصدمت فيه قالت لي النمره ما بغاتش تدوز ليا ودوزت ليه النمره ديال الشرطه، قال لها ديري لي نمره الشرطه، قالت لي دارت لي نمره الشرطه وخرج. فهاد السيد هذا بالذكاء ديالو اللي قدر انه يصاوب واحد التسديده من الظهر اللي غادي تقيس القلب ديريكت من ناحيه من الجانب الايسر من الظهر ديالها، كيفاش ما قدرش انه يدوز ابيل في التليفون ديالو؟ راه لا يعقل اخوتي انه قدر يصاوب في واحد البلاصه اللي حساسه وما قدرش يدوز الابيل باش انه يقول انا اللي ناري مريض، راه هو اللي اتصل بالشرطه وهما اللي جاو لعين المكان. وهذا الشيء اللي كاين اخوتي دابا. نتوما شنو الرساله كعائله؟ حنا الرساله ديالنا لخوتنا المغاربه، سمعنا الاخ او شفنا بان نهار التقديم الاول انه عنده جوج المحامين من كبار المحامين في مدينه خريبكة اللي جاو اللي نايبين عليه بطبيعه الحال مع انه قاتل جوج الارواح.
ولكن اخوتي المغاربه حنا كاسره كي قلت لكم في الاول كنعيشوا على الراتب التقاعدي ديال الاب ديالي، ماشي في استطاعتنا ان نوفروا محامي كبير، محامي كبير اللي محامي كبير اللي يقدر ينوب على الاخت ديالي بحال محامي زهراش اللي معروف تبارك الله عليه، اللي غيقدر ياخذ الاخت الحق ديال الاخت ديالي بحال هاد القضايا الجنائيه، حيت هو شخص متمرس جدا. وكي غنقول لكم فسولنا في الاول على الاسمنه ديال المحامين اللي جاونا اسمنه خياليه جدا، وحنا ماشي في استطاعتنا اننا نوفروا واحد 15 ولا 25 الف درهم لهذا المحامي كراتب ليه. داكشي علاش انا اليوم خرجت باش الاخت ديالي ماشي كيف هو عنده جوج المحاميين اللي غيقدروا يدافعوا عليه، مع انه قاتل جوج ديال الارواح ماشي روح واحده وقادر انه يدير جوج المحامين. انا بغيت المغاربه كلهم يكونوا المحامين ديال الاخت ديالي ويكونوا معاها. انا اليوم اللي خارجه بكل حرقه الا وبغى الحق ديال الاخت ديالي، اللي انا متاكده بان المغاربه غادي ياخذوا الحق ديالها ويفعلوا هاشتاج ديال العداله اللي سكينه راه الحاليه الحمد لله هو طالع في فيسبوك والحمد لله. بغيت المغاربه يزيدوا يفعلوا الهاشتاج ديال العداله اللي سكينه ويصفوا الاخت ديالي وياخذوا لها الحق ديالها. وانا كل ثقه في القضاء المغربي وكل ثقه في قاضي التحقيق ديال مدينه الخريبكه ولا وكيل الملك مدينه الخريبكه، انهم غينصفوا وما غيضيعوش الحق ديال الابن الصغير ديالها وغياخذوا لي الحق ديالو منه، لا هو ولا المجرمين الجوج اللي باقي طالقين. راه كي كنقول راه لا كان الزوج ديال اختي والقاتل ديالها قتلها، راه جوج اخرين هما السبب باش هاد السيد يقتل. وانا كنتمنى انه ولو نطفي غير ذره ديال الاحساس وانه يحس بالرجوله لاول مره في حياته ويعترف بهاد الجوج بانهم هما اللي كانوا كيعمروا على الزوجه ديالو باش حتى هما ينالوا العقاب ديالهم. وكنتمنى من قلب قلبي انه واخا يدير غير هاد لوجيست هذا مع العائله ديال المرحومه وينصفنا ولو غيف هادي، ولو غيف هادي انه يقول هاد الكلمه هادي ويخليهم حتى هما يذوقوا العذاب اللي عاد تعذبنا حتى حنايا، حيت هما شياطين ديال الانس وكيف ما دبروا المكائد وداروا داروا داروا حنا اليوم كنطالبوا حتى هما ياخذوا الجزاء ديالهم. هادشي علاش اخوتي انا معاكم اليوم وعطيتكم الرقم ديالي ديال التليفون ديالي راه غادي يظهر لكم في الشاشه باش تصلوا بيا. اي واحد بغى يساعدنا مرحبا به، يكون بغى يوفر لنا محامي بغى يعاوننا واخا يأزر العائله ديالي اي حاجه مرحبا به، بغى يجي عندنا للدار مرحبا به ما عندنا حتى شي مشكل. وشكرا لكم اخوتي المغاربه وكنتمنى انكم توقفوا معنا. وكنتمنى واحد الكلمه اسمح لي ما قلتهاش، كنتمنى من السي الحموشي انه كيف ما كيوقف مع الضباط ديالو ورجال الامن ديالو ملي كيوقعوا لهم مشاكل وكيتعداو عليهم المواطنين كيوقف معاهم. فالان انا انسانه اخت ضحيه تعرضت لمشكل من شخص من سلك الشرطه من عندكم، كنطالب بانك توقف معاها وتاخذ الحق ديالها كيفها كيف اي مواطن اخر. انا ما عنديش شك فيك انك غادي توقف معانا، حيت كيف معروف عند المغاربه كاملين راك شخص نزيه والحمد لله. والله ينصر سيدنا وكنتمنى هذا الامر هذا يوصل لجميع المغاربه وتولي قضيه راي عام. هي الحمد لله غاديه قضيه راي عام وبغيتها تزيد اكثر باش كاع المنازل المغربيه تكون عندهم قضيه سكينه في الغداء في العشاء في كل شيء حتى يتخذ الحق ديال هاد البنت. وانا معكم كيف ما شفت الدم ديال الاخت ديالي ما غادي نرتاح حتى نشوف الدم ديال هذوك الناس ان شاء الله. وشكرا لكم واسمحوا لي. إذا متابعينا الكرام كنتم معنا في بث مباشر مباشرة من مدينة بن سليمان.